موقع الهيانات نشر تحت عنوان يونامي مقتل وإصابة 288 مدنيا خلال شهر شباط المنصرم. أما في المدى، نتصفح مشروع أمريكي لتطبيق اللامركزية في 6 محافظات. ونطالع في موقع كتابات الجعفري، وجود قواعد عسكرية أمريكية في العراق رهن لسيادته. نطالع في الجزيرة نت، غارات الغوطة تتواصل وضحاياها بالعشرات. نتصفح في العرب الجديد، الحكومة العراقية لا تعوض ضحايا الحرب على داعش. أما في القدس العربي، نشر تحت عنوان المحكمة الدستورية العليا في غواتيمالا تجمد قرار نقل سفارة البلاد للقدس. وأخيرا وليس آخرا في الحياة، 49 قتيلا في مواجهات إثنية في الكونغو الديمقراطية.